تناقلت وسائل إعلام محلية وعربية وعالمية الفيديو الخاص بقناة التغيير والذي وثق لحظة إطلاق صافرات الإنذار في المنطقة الخضراء ببغداد، وذلك أثناء استهدافها بصواريخ كاتيوشا. إذ كان المتحدث الرسمي باسم التحالف الدولي العقيد مايلز كيغنز يجري مقابلة لبرنامج رأس السطر والذي يقدمه الإعلامي أحمد الأدهمي أثناء سقوط الصواريخ، الأمر الذي دفعه للانسحاب مؤقتا من المقابلة ثم عاد ليكمل حواره. وعلى وقع هذا الحدث تصدرت قناة التغيير المشهد على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وفسرت بعض المواقع الإعلامية انسحاب العقيد من الحلقة على أنه هروب، بينما يراه مدونون أنه دفاعا عن النفس. المقابلة التي انتهت بسلام واستكملت بعد طمأنة المتحدث باسم التحالف الدولي لانتهاء الحادثة الكاتيوشية خلفت من بعدها نيرانا من نوع آخر، نيران الاتهامات والشتائم والطعن بوطنية الزميل الإعلامي على شاشة التغيير والتغيير أيضا التي نالها الاتهام المغرض، وما هي إلا محاولات لذباب إلكتروني يحرف البوصلة ويشتت انتباه الناس عن الأمر الأهم. ناجي أبو لوز والمزيد من التفاصيل. في منصات التواصل الاجتماعي في العراق والعالم كانت أصداء المقابلة التلفزيونية التي اخترقها صاروخ كاتيوشا لحظة سقوطه في بغداد أصداء مدوية بين وسائل الإعلام. المقابلة التي انتهت بسلام واستكملت بعد طمأنة المتحدث باسم التحالف الدولي لانتهاء الحادثة الكاتيوشية خلفت من بعدها نيرانا من نوع آخر، نيران الاتهامات والشتائم والطعن بوطنية الزميل الإعلامي على شاشة التغيير والتغيير أيضا التي نالها الاتهام المغرض، وما هي لمحاولات ذباب إلكتروني يحرف البوصلة ويجهل الناس عن الأمر الجلل. متجاهلين أهمية التحالف الذي يحارب داعش الإرهابي بتوجيه من قوات الأمن العراقية، أمام هذا التجاهل يطفو على سطح الخراب مجددا تهميش الفصائل المسلحة وتجار الموت وخطف أرواح العراقيين لأي هناء يبحثون عنه. الرد الأكثر احتراما للعراقيين وشعبهم وتاريخهم جاء على لسان المتحدث باسم التحالف الدولي العقيد مايلز كيغنز، وشتان ما بين من يحارب داعش ويرد على إساءة بحسنة ويقدم للعالم تسويق لتاريخ بلاد الرافدين، وبين من يعلق على شماعة المقاومة أرواح العراقيين دون رحمة. لا اكتراث إذن لأرواح العراقيين أمام سطوة الكاتيوشا التي تخرق أمن الدولة بنفوذ لا دولة. وعلى الرغم من أن صاروخ كاتيوشا سقط في بغداد كما يسقط في كل مرة شبيهه، لا تضع الميليشيات المسلحة أي اعتبار للعراقيين وبيوتهم وأرواحهم. وللوقوف مشاهدينا على ما جرى يوم أمس عبر التغيير ينضم إلينا الزميل أحمد الأدهمي مقدم برنامج رأس السطر. أهلا بك أحمد. أهلا بك ومساء الخير عليك وعلى جمهور قناة التغيير. أهلا بك، يعني أرحب بك وأنت من أهل البيت. بالتأكيد. يعني أحمد، يعني لو نقف على ما جرى يوم أمس معك خلال اللقاء الذي جمعك بالمتحدث الرسمي يعني باسم التحالف الدولي في العراق وسوريا، يوم أمس يعني التقطت عدسة التغيير ما جرى، ولكن كيف تحول اللقاء إلى ترند عالمي ليس فقط على مواقع التواصل الاجتماعي إنما أيضا على وسائل الإعلام؟ طيب، بالبداية إحنا حقيقة اللي صار ويانا أنه إحنا يعني قبل ساعتين تقريبا نسقنا مع المتحدث باسم التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق وسوريا مايلز كيغنز، وإحنا ما نعرف حقيقة في طبيعة الحال إذا هو موجود بالعراق ببغداد بأربيل، ما نعرف حقيقة، ما عندنا هذه المعلومات لأسباب بروتوكولية، وهذه على فكرة ثاني مرة إحنا نقابل الرجل، ليست بالمرة الأولى. المعلومات الأولية إنه هو في أربيل، لكن فيما بعد شباب بالكنترول طبعا كتبوا في بغداد، لكن مو واضح أين هو في بغداد إلى أن صارت اللحظة الحاسمة. إحنا كنا نقابل لمدة يعني ربع ساعة أو 20 دقيقة، اللحظة الحاسمة لما انطلقت صافرات الإنذار والرجل طبعا غادر الموقع، وطبعا هذه كانت هي لحظة لا أنا متوقعها ولا الستاف متوقعها أنه راح تصير ضربة. فمن صافرات الإنذار، من شكل الحديقة، من المكان، أخذنا كمعطيات أولية أنه الرجل موجود في السفارة الأمريكية، إلى أن جل عاجل بأنه هو موجود في السفارة الأمريكية. وطبعا يعني على هذا الأساس لما هو غادر، أنا شخصيا تمنيت له السلامة وأن يكون سالما آمنا غانما من الضربات
اللي دا تصير الآن على السفارة الأمريكية، وهذه طبعا هي من الخلقيات الصحفية، أنه أنت صحيح. عندك ضيف لازم أنت تتعامل وياه بشكل صحيح وتحترمه مهما كان توجهه صحيح. فاللي صار في نهاية المطاف طبعا عند عودته صار هجوم على القناة، صار هجوم علي أنا شخصيا. وبعدين إحنا حقيقة اللقاء بعد الانتهاء، يعني أكو هواي مواقع أخبارية قالوا أنه هذا هروب صار من قبل المتحدث باسم التحالف الدولي، وهذه إذا تسمحي لي أوضحها، هو لم يكن هروبا منه، يعني هواية مواقع أخبارية وقعت بهذا الخطأ، لم يكن هروبا، هذه إجراءات بروتوكولية يتخذوها هم كعساكر في عملية التوجه إلى السرداب في حالة أي قصف، لأن إذا بقى وياي بالحلقة وتصرف مثل ما إحنا نتوقع، البعض يتوقع أنه هذه شجاعة إذا بقى، يعني هذا راح تعتبر مخالفة خطيرة عليه، فلذلك كامل المسؤولية. بالتأكيد بالتأكيد، فهذا بالضبط اللي صار واللي خلى الموضوع ينتشر بشكل كبير. علما أحمد أنه هناك من أشاد، يعني هناك من العراقيين من أشاد باللقاء الخاص بيوم أمس، هناك كما تحدث قبل قليل يعني حملة انتقاد واسعة على مستوى الشخصي ومهني أيضا ممثلا بقناة التغيير، هناك الانتقادات التي طالت أيضا القناة، يعني ليس فقط أنت أحمد على المستوى الشخصي، ولكن حملة إساءة، حملة انتقاد، حملة شتم أجلكم، يعني ما السبب برأيك؟ حقيقة الإساءات كانت غريبة، يعني بشكل مستغرب، الإساءة علي بشكل شخصي، الإساءة على القناة، يعني اعتبروني عميل للولايات المتحدة الأمريكية، ابن السفارة، وكل هذه الأمور، يعني حقيقة اللي انعرض الآن في التقرير هو الشيء البسيط من ما أنا تعرضت له، إذا كان بشكل direct messages إلى التويتر أو الفيسبوك أو اليوتيوب أو غيره. وإحنا نريد نأكد شغلة، الرجل كان ضيفا على قناة التغيير، وهو ضيف في البرنامج وضيف محترم ونعتز به كضيف، وبعدين التحالف الدولي هو شريك للعراق في محاربة تنظيم داعش الإرهابي، وكل الوقت اللي كان يتكلم به وياي إلى أن صارت الحادثة الرجل يتحدث عن محاربة الإرهاب وشلون إحنا لازم نتوجه ونساعد العراق في محاربة الإرهاب، هذا هو كان الكلام كله. فلذلك مستغرب من بعض الأطراف أنه تجي تسيء أنه تعتبر تمنينا بالسلامة إلى للرجل أنه إحنا أسئنا إلى، يعني غريبة جدا واعتبارات غريبة وغير مقبولة. الجميع يعرف أن التحالف الدولي قدم المشورة العسكرية والمساعدات التي تمكن بالتأكيد. منها أو يعني كانت باستطاعته أن يقدمها. نعم. طيب أحمد، قبل أن نختم اللقاء معك، هناك من طلبك بالاعتذار، فهل وجدت هذا الطلب مستغرب؟ وكيف ترد على من طالبك بالفعل بالاعتذار؟ حقيقة أنا بعد الإساءات الكثيرة اللي استمرت إلى منتصف الليل تقريباً، أنا غردت التغريدة وأكدت على أنني سأتمنى دائماً السلامة وأن يكون الرجل آمناً في العراق، لأنه هو ضيف في العراق، وأكدت هذا الموضوع، والرجل بنفسه متحدث باسم التحالف الدولي شكرني وشكر القناة وأكد، يعني رد برد جميل جدا إلى العراق، شلون العراق أنه لديه الإمكانيات وأنه شعب صديق وشريك عظيم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. لذلك أريد أكد شغلة، لن ولم أعتذر على قضية، حتى لمن أساء فهمه، لن أعتذر لكل من أساء، ومن أساء هو غير مسامح، إلا إذا غير رأيه بهذا الموضوع لازم الوعي يزيد، أنا ما راح أعتذر نهائيا، وراح أظل أتمنى الأمان والسلامة لأي ضيف يجي إن في قناة التغيير، وخاصة لأصدقاء العراق وشركاء العراق في محاربة الإرهاب ومن أجل توحيد العراق. هذا هذول التحالف الدولي جابتهم الدولة، مستضيفتهم الدولة العراقية، واللي صار كان هو عبارة عن شيء قادم من ميليشيات خارج إطار القانون والدولة اللي تصرفت، لا يمكن أن نمتدح مثل هذه التصرفات التي تخل في سيادة العراق. لذلك أنا موقفي ثابت ولا يمكن أن أتراجع، وأزيد تأكيد أنه إحنا بالنسبة لنا كقناة التغيير وأنا كمقدم برامج في القناة، بالتأكيد أتمنى الأمان والسلامة للرجل، وهذا الشيء أكد الآن. هذا نتمنى أن تصل الرسالة عبر التغيير، نتمنى التوفيق لك دائما في البرنامج جزيلاً. يعني الذي أصبحت يعني تلمع به يوما بعد يوم، أحمد جزيلاً. برنامج رأس السطر، كما نتمنى مجددا السلامة لضيوف العراق دائما وأبدا. شكرا جزيلا.